يو واتس اب جايز الجيزر جيزر سبيشلي جيزر. سو جايز اليوم غندير رياكسيون لحليوه حليوه اللي انا ما فهمتش التراك هذا ماكش غندير لي رياكسيون علاش حيت المهم بنادم قال لي يعني ماشي ستيل ديالك اللي كترياكتي انت وشحال واحد قال لي بلا ما ترياكتي ما كيعجبنيش هادشي هذا ولكن كاين ناس في سكوت جينج نيتش قالت لي بغينا نشوفو كدير رياكسيون على شي حاجه مغير راب وهما مزكهم التراك. انا سمعت ما نكذبش عليكم سمعت غير واحد شويه من التراك ماشي في هذا الكليب هذا الكليب انا ما شفتوش شفت غير واحد شويه منه عاوتاني في راديو ما كملتوش البيت حيت كنت باغي ندير لي رياكسيون ما كنت كنقول غنديرها ما غنديرها صافي دابا كادي نديرها انا كنبان لكم قدامكم. سو جايز لك تيوما كتشوفوا فيكم واحد سبسكرايب باش كلشي اللي كنهضروا لي ما تقيد في جروب فيسبوك كتشوف تحت ديسكريبشن تلقى واحد جروب فيسبوك غتدخل تقيد فيه انستغرام ليها هو غتدخل دير ليا فولو باش نوصلوا 12k 15k 20k نضربوا 100k علاش لا اخويا 100كم ما تستاهلاش. المهم واحد البلان فهمتي جيت نقول لكم عاوتاني الناس اللي كنت واحد الابليكاسيون دابشي ليها سويت كوينز. سويت كوينز هي واحد الابليكاسيون كتمشى وكتربح فلوس. الابليكاسيون فهمتي كاينه في الاب ستور وكاينه في جوجل بلاي ستور. جوجل بلاي ستور ما يمكنش تيليشارجيها علاش حيت المهم ماشي ديسپونيبل في المغرب ولكن واخا ماشي ديسپونيبل في المغرب كيدوزوا لك فلوس في البايبل. اللي ما متيخش بلي فلوس كيدوزوا لهم بايبل ها غتشوفوا الكابتشر ديكرون بلي وصلت لي 1000 دولار 100 دولار من عندهم غتمشى وغتربح فلوس وبقى تبارطاجي مع صحابك بواحد ليان كل ما بارطاجيتي مع صحابك بزاف كل ما كتربح فلوس. جايز الابليكاسيون غتضبط غدير كنقول سوايب كتمشى غتلقى واحد ليان فيه الا بغيتي تدخل تربح العقه غتدخل غادي تورك على داك اللين وغادي يطلع لك الناس ديال الاب ستور الناس ديال الايفون غتطلع لهم في البلاصه الناس ديال الاندرويد اللي عندهم جوجل بلاي ستور ما عندهمش الاب ستور هادي بيان سي غادي نزيدها عاوتاني. الناس ديال الاندرويد غادي فاش غادي شو غادي تهبط لتحت وغدورك على داك اللين فاش تدورك على داك اللين غتطلع لك جوجل بلاي ستور غتقول لك بلي ماشي ديسپونيبل تخربيق اوتوماتيكمون انت غادي تدوز شو سميتو غدوز لجوجل وغدير هاد الخطوات هادو اللي خفاف غتدخل غادي تكتب في جوجل داونلود سويت كوينز اندرويد وغتخد سيت الاول غتخد تورك اللي كاين دابا في الكابتشور اللي كتشوفوه دابا وانت عندك الكابتشور ديكون. سو جايز نتمنى ما تكونش طولت عليكم بزاف واللي طولت عليكم من هنا ما يهبطش لتحت ويكلتش بليوم دقيقه جوج هبطوا فاعل خير اسدي دير خير في راسك اصاحبي خلينا نديروا لي بيب والتخربيق تصرا. جايز ما نطولش لكم بزاف نتمزكوا التراك مكناسي ستايل دي جي حميده هو واحد دي جي اللي بالنسبه لي انا فهمتيني كنحترمه بزاف حيت كيخدم مع بنادم بزاف فهمتيني عنده بزاف ديال لي كولابوراسيون اللي فيتشرينغ مع بنادم كيخدم لي بيت واعرين فهمتي واخا انا ماشي فان ديال داكشي اللي زعما المهم داك السيل ديال لي تايب بيت اللي تيخدمه ولكن فهمتيني كنحترمه حيت كيخدم خدمه نقيه وحلي واحد ابنا كيمس كيقيس النعمة الله اول مره غنسمع شي ديال الحليو كيبانوا ليا لي باول ساهلين دغيا فهمتهم ابار فهمتي واخا كاين صوتي دخل تحت ولكن لي باول يعني بانوا ليا انا باينين فهمتيني يعني بلا ما نشوف لي باول غادي نفهم حيت ما كيقصرش داك التقصير ديال بطل العالم والتخربيق واديداس وداك هادشي فهمتي ساهل حيت هادشي هذا ملعوب كوميرسيال نايس الرفران زوين فهمتيني الرفران ناضي فهمتي الرفران غير غادي يتحفظ زينك هبلني فاك نسيتو المهم الرفران ساهل ما ديوش عليا الرفران ساهل فهمتيني داني خفيف على اللسان غير غتحفظو وعارف فهمتي غتلقى بزاف ديال الناس يقول لك بلي حليوه لا قلب فهمتيني قلب الفيستا فهمتيني بغينا بطل العالم سيد باغي يدخل العاقه اش غدير ليه العاقه انا براسي غنكون منو غندير هادشي لا ما عرفتش جوج ديال القيصات حيت كانش في الاول زهره وهادي عاديه شكل هادشي جوج ديال القيصات بيلاتشو يعني قلب على الاخرى ودابا راه هو مع هادي فهمتي الاخرى يعني يفر فيها ودابا هو مع هادي زوين سيناريو ناضي زيش طايطك ما تباتيش هنا مي دادا عاد عاد صافي باي السلام يدفي البلاد انا وامور جديد حنفرشك ملاضر فشوفي شوافه فاش كنسمع الشوافه كنتفكر لابوطا ميرفي واش غير بوحدي داك لابوطا ميرفي نسيت لي بيرسوناج ديالنا وحق الله سي محمد المهم نسيت اي تطلي ضربه البنت زوين بزاف سبيشلي القيزات كيعجبوني القيزات اللي ولاو تيبانو في كليبات دابا
زينك هبلني. جدني فشكال دابا انا كنسمع لهذا السايل ديال الميوزيك حيت ما موالفش كنسمعه مره ما كنكملش التراك. بان لي حيت سامتايمز واخا ما تكونش فان ديال واحد النوع ديال الموسيقى كتسمعها كيدوز فيها الفيلينغ فهمتيني. ولا ما تجبطو حتى في كومونت تقعد تقول لي مهدي ولا كانسر ولا سرح دي راسك ولا سرح ماشي كانسر. انا موسيقى عجبتني صافي ام كانسر زينك هبلني. لذا كنخاف غير يولي مزكني الراي. كمان سخفيف ظريف مكومبوزي هنا جير راسي شي كلاسيك. ما بانش ليا البلان فهاد البونيس هذا الصغير. ما عرفتش ما مزكنيش. اي ثينك ماشي اي ثينك ما مزكنيش و اي ثينك يعني قد فاش نسمعو كامل يمزكني اي دون نو. المهم الجايز كانت هاد لا رياكسيون كيما كتشوفو دابا حليوه فهمتيني. جدي ستايل جدي اول مره غادي يقصر فهمتيني على هاد لي تايب بيت هادو فهمتي بالطريقه هادي. صراحه كليب مزكني فهمتيني حيت الكليب انا علاش درت ليه رياكسيون حيت بزاف ديال الناس طلبوا فهمتي طلبوا مني فهمتيني ندير هاد لا رياكسيون هادي لا تراك هذا. وانا ما ماشي يعني ماشي من طبيعتي نرياكتي لتراكات فحال هادو ولكن كومي فهمتي واخا بعدا رياكتي تما شي ستيل اللي تريكتي انا ديما. المهم داز الفيلينغ وطلعت رياكسيون زوينه بالنسبه لي انا. وانت الا ما عجبكش لا رياكسيون ما عندي ما ندير لك. ولا عجبكش لا رياكسيون غتلقى واحد لايك وسبسكرايب قبل ما تنسى. وكنظن ما بقى ليا ما نزيد تنقطع المونتاج عاد نفكر كان شي لعيبات خاصني نزيدهم. وما نطولش لكم بزاف كان معكم ديسكوت تهلاو. ستيلو في اليد زيد فوق كاف جيب تخيل شي اكزام في الراب كل شحال غنجيب فوق سحب كريبتون غير الطوب كنجي داكشي ديالو مع عمي كيكتبو غاس فانجي حتى في اسبوع وما تحراف يا يا اوفو فرقع ميا تثقاف ماك في مدينتي فيه تثقاف اي غير في النيفو كنلقاه في تيروريست كونستار اسبيراسيون سلفي.